السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أحبائي الأعزاء، حبيت نشارك معكم واحد الفكرة جربتها أنا شخصيا ونفعتني بزاف بالنسبة للحياة اليومية. هذه النصيحة هذه أو لا هاد الحيلة هذه، وهي سيداتي إلى بقاو عندك القراعي خاويين ديال الريحة تاع تحت البيطان بحال هاد الشكل هادو، بن هاد الطريقة هذه ممكن يستعملوها العيالات والرجال. إلى بقى عندك الخاوي ديال هاد القراعي هادو مثلا بحال هكا، انا هاد القرعه هادي معمرها بواحد الزيت اللي كنستعملها يوميا. فاش خوات ليا هاد القرعه هادي من المكون ديالها الاساسي، شديتها بهاد الطريقه هادي، غادي تنزعوا احبائي الاعزاء الغلاقه بهاد الشكل هذا، وغادي تحيدوا هاد بحال الطريقة، تحيدوا هذه وتعمروها سيداتي بشي نوع من الزيت يكون خاطر، مثلا بحال هذا الزيت اللي فيه اللي تنقتنيه من المحل. هاد الزيت هذه خاطرة بحالها بحال المكون الأساسي اللي كان في هاد لي بوتي هذه، او ديري فيها اي ريحه او لا اي حاجه كنتي كتستعمليها سيدتي، كدهني بها الجسم ديالك مثلا بحال شي زيت ولا شي حاجه كتستعمليها يوميا، او لا مثلا اي حاجه شي حاجه شي ريحه، او لا عندك شي تقضي بحال هاد الزيت هادي اللي كناخد ثمنها رخيص وهي خاطره شويه، تتشبه المكونات اللي كاينه في هاد القرعه هادي. هاد العمليه هادي ممكن تستعملوها حتى بالنسبه المسائل اللي كيدهنوا بها الرجال تحت البيطان ديالهم، ممكن نستغلوا حتى هما القراعي ديالهم بهذا الشكل هذا. تجي سيدتي بحال هذا الشكل وتحيدي هذه بهذه الطريقه وتعمريها بشي بوماد ولا شي حاجه اللي كيستعمل الزوج ديالك بالنسبه لريحه العرق، وتردي هذه سيدتي وتستعمليها عادي كيف ما مولفه كتستعمليها. هاد القراعي هادو سيدتي غادي ينفعوك بزاف بالنسبه لعده استعمالات، وانا شخصيا جربتها وكنتمنى سيدتي انك تجربي هذه الطريقه هذه، غادي تنفعك بزاف. حتى بالنسبه للاطفال راه كاينين هادو ديال الاطفال، ممكن تحيدي لهم حتى هما الغلايق ديالهم وتعقبي سيدتي ترديها بهذا الشكل هذا وتغطيها عادي وتبقاي تستعمليها دائما. كنتمنى احبائي الاعزاء من هذه الفكره هذه انها تفيدكم، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وتدخلوا عندي تسجلوا عندي في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.